السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام ومستمعينا، مشاهدينا على قناة الفجيرة ومستمعينا على إذاعة الفجيرة FM. حياكم الله من هنا من ساحة مسجد الشيخ زايد طيب الله ثراه من إمارة الفجيرة. ها نحن قد وصلنا إياكم في خامس شهر رمضان المبارك، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. مشاهدينا الكرام حياكم الله، ومعاي مجموعة من الشباب الطيبين بنشوفهم اليوم صحصحين هي ولا لا. رمضان صوتكم اليوم وايد عالي ما شاء الله. منو صايم اليوم؟ كلكم صايمين ما شاء الله، ها ما في حد فاطر منا ولا منا، ها ما في حد فاطر. مشاهدينا الكرام قبل أن نروح لفقرة الأسئلة ونستمتع مع الحضور الكريم، راح نتكلم عن الشهر الفضيل، قد مضى منه 5 أيام والله يبارك لنا في الباجي منه. طبعا هذه دعوة أن نحن نقوم بصلة الرحم ونتواصل مع الأهل والأحباب والناس، فرمضان هي فرصة أن نحن نمارس العادات الحميدة والعادات الإيجابية في المجتمع أو حتى في العادات الصحية في الأكل. فدوما لو نتكلم عن الناحية الاجتماعية فصلة الرحم هي واجب أن نحن نقوم نتواصل فيها مع الأهل والناس والأحباب. وشهر رمضان المبارك هي فرصة للتغيير، فرصة أن نحن نبادر، فرصة أن نحن نروح نزور الأهل والناس. للأسف الشديد ممكن الأعمال أو ظروف العمل، ظروف الحياة تبعدنا عن الناس اللي نحن نتواصل معاهم، تبعدنا عن الأهل، تبعدنا عن الناس القراب منا. لكن في شهر رمضان المبارك لابد أن تكون هي فرصة للمبادرة، فرصة للمبادرة، نروح نزور الأرحام، نروح للناس اللي نحن ما زرناهم من فترة طويلة. فهو كيف ما قلت لكم شهر الغفران، شهر التسامح، شهر المحبة، شهر رمضان الكريم. فهي فرصة لكل الناس أنهم يروحون يزورون أهاليهم، يزورون أحبابهم، حتى لو كنت في مدينة بعيدة فهي فرصة أنك تروح تتقرب، تفطر مع أهلك، مع ناسك، تتقرب منهم. أخواني ومشاهدينا الكرام ومستمعينا إذاعة فجيرة FM، هذه دعوة أن كل واحد يروح يبادر ويتواصل مع الشخص الثاني، أنه يروح يتواصل معاه ويقعد معاه ويفطرون مع بعض. منو بيعزمني على الفطور؟ ما في حد ناوي يعزمني على الفطور اليوم. أنتوا يعني مش ليش ما ناويين تعزموني على الفطور؟ أزين نزلوا يديكم على السحور، كلكم نفسكم الفطور على السحور. خلاص بشوف انا كل يوم بتسحر في يوم في واحد بيت واحد من عندكم. اوكي ولا مو اوكي؟ زين راح نبدا بفقره الاسئله، كلكم جايين عشان فقره الاسئله صح ولا غلط؟ والسؤال الاول اللي هو السؤال من القياده العامه لشرطه الفجيره، السؤال يقول في اي عام سيتم ارسال اول سبار عربي واسلامي الى كوكب المريخ الذي اطلق عليه بسبار الامل؟ لا انا اللي اختار. أنا اللي أختار. نتعرف عليك؟ منصور. منصور من وين؟ من الجيرة. صايم ولا فاطر؟ صايم. صايم يوم كامل ولا نص يوم؟ يوم كامل. زين يا منصور، ارفع يدك أشوف أنت صايم هي ولا لا، تشيك؟ أسوي الحركة هاي لا؟ شوف الحين صايم ولا مو بصايم؟ الحركة هاي تعرفونها أنتو؟ خلاص، زين في أي عام؟ 2020 بتروح وياهم ان شاء الله؟ ايه. بتشلني وياك؟ ايه. خلاص عشان بتشلني وياك وتربحت وجاوبت صح تستلم جائزه من القياده العامه لشرطه الفجيره هناك موجوده، خذها عند الشرطي. زين والسؤال الثاني وهو اللي سؤال يقول ما هو اول شيء خلق الله سبحانه وتعالى؟ اول شيء خلق الله سبحانه وتعالى. زين انا اللي بختار. تعالي لابسه احمر صغيرونه، تعالي. شو اسمك؟ مايا. كم عمرك يا مايا؟ 5. 6. زين 5 و6. شو أول شيء خلق الله سبحانه وتعالى؟ قلم. صح القلم، وهذه جائزة من مركز هنوفر، من مركز هنوفر الطبي، تفضلي. زين يلا حين، والسؤال الثاني هو من القيادة العامة لشرطة الفجيرة، يقول متى أجري أول تعداد سكني في دولة الإمارات؟ أول تعداد سكني في دولة الإمارات. منو يعرف بسرعة؟ عشان نلحق على الفطور. شوفوا منك، شوفوا الكاميرا وأنا بختار. يلا منو قال؟ أنا. تعالي. متى؟ بعد 2017. لا 2017 لا 2017 لا لا اللي أنا ما اخترت اللي أنا ما اخترت شوفوا الكاميرا. زين في يلا أنا بسألك أنت، في عام 1968 ولا عام 2050 ولا عام 2060؟ عام 2060. لا أول تعداد سكني في دولة الإمارات العربية المتحدة. 2008.
1968 وهذه انك انت تروحين تفطرين مع امك وابوك، وهي كوبون مقدم من فندق نفوتيل الفجيرة فطور. اوكي تعزموني معاكم؟ اوكي زين. لا هذا سؤال من القيادة العامة. تعالي وينه تستلمين جائزتك من القيادة العامة. السؤال اللي مقدمه الحين من هذا، معليش، منو بيدعي لنا دعوة قبل الفطور؟ منو بيدعي لنا دعوة قبل الفطور؟ ادعي لنا دعوة قبل الفطور. شوفوا الكاميرا، شوفوا الكاميرا، شوفوا الكاميرا، يلا شوفوا الكاميرا، شوفوا الكاميرا، ادعي لنا دعوة. تعرف على اسمك؟ لين. لين، يلا ادعي لنا دعوة عشان اعطيك جائزة. اللهم تقبل صيامنا وعملنا وصالح اعمالنا. يلا ماشي تفضلي، هذا كوبون انك تروحين تتغدين او تتغدين، ما ينفع تتغدين، تفطرين زين، وعزموني وعاكم. اوكي زين، شوفوا كلكم، شوفوا الكاميرا، كلكم شوفوا الكاميرا. لا ما يصير تشوفوني، لازم تشوفون الكاميرا عشان انا اسالكم. والجو وايد حار، الجو حار ولا بارد؟ منو فيكم صايم؟ زين خلوني انا اختار. ما ينفع كذا، لازم انتم تشوفون الكاميرا. يلا كلكم شوفوا الكاميرا، تعال اللي يرفع ايده من هناك تعال. زين خلاص نحن نسألكم باكر، نسألكم باكر. نختم حلقتنا، اللهم تقبل منا صيامنا وصالح أعمالنا يا رب العالمين. نتمنى لكم فطور شهي إن شاء الله تعالى. لا تنسون أحبتكم بالدعاء، الله يتقبل منا ومنكم الصيام وصالح أعمال، وشكرا لكم. للمهام معتدس مدفع الإفطار. Yeah.